مساء الخير، مساء النصر. احنا ابطال السلة في افريقيا ومصر. حقيقة منذ قليل توج فريق الزمالك لكرة السلة ببطولة افريقيا لكرة السلة. كان معانا لقاء صعب، اللقاء اقيم في رواندا، كان مع الاتحاد المنستيري التونسي. انتهت المباراة بفوز الزمالك 76-63، وده اللقب ده المرة التانية نفوز بيه في تاريخنا بعد الفوز بالبطولة الأولى، كانت قبل 29 سنة. مباريات كرة السلة طبعا بتبقى على 4 فترات. الفترة الأولى انتهت بتقدم الفريق التونسي 22-17، في الفترة التانية وصل الفارق 9 نقاط لصالح الفريق التونسي، لكن الزمالك نجح في إنهاء الفترة التانية لصالحه 44-42. في الفترة التالتة الزمالك تقدم 55-51. أسهل الفترات كانت الفترة الرابعة، الزمالك قدر يحسم اللقاء ويفوز بالبطولة 76-63، وبكده أصبح الزمالك بطل إفريقيا في كرة السلة، وبطولة جديدة تضاف للفرق الرياضية لنادي الزمالك. زي ما قلنا دي المرة التانية نفوز ببطولة إفريقيا. المرة الأولى كانت سنة 1992، كان الزمالك فاز على فريق جان دارك السنغالي 83-75، والنهائي ساعتها كان مقام في مصر. 1000 مليون مبروك وعبال باقي البطولات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.